عسلامة الناس الكل ومرحبا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا باش نحكي على الروتاج في الرياكت جي اس، باش نفهموا اش معناتها الروتاج، علاش لازمني نمبليمونتي سو كونسيبت لا دون ان بروجي رياكت جي اس، دونك شنو هي المشكله اللي يطرحها رياكت جي اس بار ديفو. وفي البارتي الثانيه باش ناخذوا اكزامبل، سا سورا دونك ان سامبل بروجي رياكت جي اس، باش نشوفوا لامبليمونتاسيون ريال نتاع الروتاج. نتمنى ان الفيديو هذا يعجبكم، وزادة كان فما أي بروبوزيسيون، كان فما أي إيدي نتاع فيديو، كان فما أي كونسيبت تحبوا نعمل عليه دونك فيديو، ماذا بيا وكان تخلوا لي تو فو بروبوزيسيون دون لي كومونتير. دونك يا جماعة كيما نشوفوا دونك في الـ في الـ في الـ في الإكزامبل هذا، دونك سي أن سامبل بروجي رياكت جي اس، إيسونسيالمون دونك عندي لهنا الأب.جي اس، سي أن فانكشنال كومبوننت. Les filles, donc cette div là, les filles texte à slème, donc je suis en train de faire le render, l'affichage donc de ce component là, où il est donc, comme vous voyez ici, les gens, attendez l'interface à slème. خلينا نعملو rappel, on va voir comment ce React.js fonctionne. خاطر, je pense à nous, il y a quand même un rappel صغير, donc le principe de fonctionnement de ce React.js, نجمو نكتشفو شنية المشكلة اللي باش تظهرنا donc directement. Donc, en React.js essentiellement, donc j'ai un ensemble des components. Il y a donc essentiellement là, عندي l'app.js. Ou اللي هو جماعة الكومبوننت اللي رجع لي في تكست نتاع سلامة كيما شفناه دونك نسيت. Donc هذا الكومبوننت نتاعنا donc في un certain code etc. Ce component là, il sera donc appelé, donc باش يصير له appel, juste لحظة خليني نبدل الكولور. Donc, il sera appelé vers quoi? Vers un autre fichier, il y a l'index. Donc, l'index.js. Ou à partir de la phrase, donc le component, il sera donc injecté, donc une conversion du nature. Donc, il sera injecté, win, dans l'index.html. l'index.html. اللي هما جماعة كان نرجع لهنا دونك نشوفوها في دوسي في البروجي دونك ريالمون. دونك هذا الاب.js اللي هو الكومبوننت نتاعي، هذا الاندكس.js كي فا فير ابل او كومبوننت. دونك انا نشوف الامبورتاسيون دو اب كومبوننت باش يعمل ابل، وبعد باش يبليك عليه اون ميثود اللي هي دونك الرندر. il va donc essayer de convertir ce component là la nature l'aslie interne hiya html ou بعد باش ينجكت الريزلت هذه وين في وسط document get element by id root اللي هي donc c'est quoi c'est une balise موجوده في دوسي public خلينا نشوفوها مع بعضنا في دوسي public في وسط index.html donc je suis sûr انه موجوده الديف هذه اللي فيها الاي دي root. donc هذا rapidement هو يا جماعه le principe de fonctionnement de ce react.js. donc un projet react.js par défaut, il va ouvrir le résultat dans une adresse qui est localhost 3000. Donc, comme résultat, donc résultat elle sera donc affichée dans une adresse qui sera quoi? Donc localhost. Localhost donc ici pour faire référence à notre machine. Donc localhost 3000. Donc أي contenu يتحط لهنا في وسط الـ في وسط الاب، أي contenu دونك يتحط في وسط الاب، il sera directement affiché في وسط الـ localhost 3000، دونك في الادريس هذيك والبور هذي. إذا كان يا جماعة نتفكروا لو ويب ستاتيك، لو ويب ستاتيك يا جماعة مكون من مجموعة فيشيوات HTML، دونك dans le web normal اللي هو الويب اللي نعرفوه دي فيشي HTML دي فيشي JS دي فيشي دونك CSS، عندي بليزيور فيشي HTML. Je vais supposer un homme hado ma yajma, ce sont plusieurs fichiers HTML. Donc, il y a quand on aime faire une navigation, ça sera une navigation entre les fichiers. Ça sera une navigation entre les fichiers. Donc, je peux faire ça. Je peux faire ça. Donc, cette opération, ça sera simple. خاطر عندي دي fichiers physiques. عندي هنا plusieurs fichiers donc d'extension HTML, HTML, HTML. Donc, en React.js, ce n'est pas le cas. J'ai des components. Ou un LLSF, j'ai une adresse, et il y a localhost 3000.
دونك كيفاش نجم نصنع دي ليان يهزوني شاك ليان فير ان كومبوننت سبيسيفيك. خاطر انا خليني نوريكم هنا ليكزومبل يا جماعه، لهنا صنعت ان انصومبل نتاع دي كومبوننت اللي هما دونك جينيرالمون جوست بور لا فورم هكاهو، واحد اسمه اباوت، واحد اسمه فوتر، واحد اسمه هوم، لوجين، ناف بار، ساين اب، اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك سي ان انصومبل دونك دي كومبوننت جوست من غير سي اس اس، جوست لهنا بنعبي بها دونك لو كونتوني وكاهو باش نفهموا بها دونك ليكزومبل نتاع. دونك حل من الحلول اذا كان نحب نشوف لي كومبوننت هذوما يظهروا لي، لازم نعمل لهم ابل في الاب.js. دونك جو بو ابلي تو سي كومبوننت لا، مي وقت نعمل لهم ابل باش يظهروا لي الناس الكل فرد وقت. خلينا نجربوا لهنا مثلا. دونك جو في فير كوا، جو في فير لامبورتاسيون دو هوم بار اكزومبل فروم لو شومان. دونك سا سورا كوا slash le fichier، ça sera donc home. Donc نجم هذا الهوم نافيشيه لهنا. Je peux donc afficher le home في البلاصة هذيك، et voilà ça sera bienvenue dans notre site web. اي اذا كان نحب نافيشي الفوتر شنو يعمل؟ نزيد كيف كيف je vais essayer donc de faire appel à notre footer. Donc لهنا donc je vais essayer d'utiliser l'auto import donc ما حبش يخدم. Donc je vais le faire donc manuellement. Je vais copier ça et je vais coller ça. Ou là, je vais le footer من اسم الفيشيه يا جماعه اللي هو footer. Voilà. Et je vais sauvegarder. Donc, هذا هو footer نتاعي. Donc, إذا كان par exemple باش 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 نعمل امبورتاسيون للباج نتاع الاباوت مثلا والا لوجين والا ساين اب مثلا، باش نعمل بسيت فاصون لا تو لو كونتوني باش يظهر لي فرد باج. اور ماهوش لوجيك، انا فما باج لازمها تكون خاصه باللوجين، فما باج لازمها خاصه تكون بالساين اب، فما باج تحكي علينا، فما باج اللي هي لاكوي اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. افيك سيت فاسون لا دونك باش نوريكم نجم هنا دونك نعمل لوجين بار اكزومبل لوجين اي جو في فير سيت امبورتاسيون. الا انه باش تولي غلطه، خاطر الباج هوم سيبوزي انها تكون في باج وحدها في ادريس وحدها، وباج لوجين مثلا نورمالمون لازم تكون في ادريس كذا كذا سلاش لوجين كيما في لي سيت الكل. وانا لهنا عندي باج وحده يصير لها الرندر نتاعها اللي هي الاب.js. دونك هذه هي المشكله، المشكله انه الكونتوني الكل باش يظهر لي فرد بلاصه. دونك جو دوا اسايي دو ريزودر سو بروبليم لا. دونك خليني نوريكم لهنا بار اكزومبل هذا دونك سي لو لوجين. خلينا نبدل هنا دونك سورا لوجين اي لو فيشي سي لو فيشي دونك لوجين. فوالا سو فيشي لا. هنا يا جماعه وين باش تدخل الدنيا بعضها. دونك عندي لهنا لاكوي وعندي لهنا دونك سو كونيكتي اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك كان نجم نكمل تولي كومبوننت باش نشوف باش تولي شكشوكه نتاع لي كومبوننت. انا شنو هو؟ انا لو روتاج سي كوا؟ سي اون فيت كل كومبوننت باش نعطيه ادريس، خاطر انا عندي كومبوننت تاع لوجين لازم تكون عنده ادريس خاصه اللي هي بار اكزومبل www.hisham.com/login www.hisham.com/signup والا دونك هوم والا اتسيتيرا دونك نيمبورت كيل ادريس. دونك هذه هي المشكله اللي باش نحاولوا نحلوها بشنو؟ افيك ان باكيج. دونك يا جماعه قبل ما نتعدوا نشوفوا لامبليمونتاسيون، فما حاجه لازمنا نفهموها بالبي انه في الباج ويب نتاعنا والا دون ان بروجي دونك رياكت جي اس او بيان امبورت كيل تكنولوجي، فما ديما دي بارتي موبيل اي دي بارتي فيكس. اش معناتها؟ معناتها انا كي ندخل سيت ويب راهو جينيرالمون الفوتر اللي هو كان نشوفوا لهنا. دونك جو في سوبوزي انه هذه هي الباج ويب نتاعي، جو في سوبوزي انه هذايا هو الهيدر نتاعي والا الناف بار. دونك هذايا ساسورا كوا؟ ساسورا دونك نوتر ناف بار. هذايا يا جماعه هو الناف بار، والبارتي اللي موجوده لهنا بار اكزومبل ساسورا كوا؟ ساسورا دونك هو الفوتر نتاعي. دونك هذايا الفوتر نتاعي. دونك يا جماعه جينيرالمون كي نبدا في سيت ويب الهيدر والا الناف بار والفوتر راهم ما يتحركوش، راهم الريست immobile
في حين انه اللي موجود في وسط الباج لهنا اذا كان نختار دونك ان اوتر كولور اللي موجود في وسط في وسط الباج هو جينيرالمون اللي يتبدل سي لو كونتينو مين كونتنت اللي هو يتبدل سولون لادريس اللي موجوده دونك سولون دونك لو ار ال شوازي دونك عباره شنو قلت عباره قلت راهو ما فماش ليان يهز للنافبار وما فماش ليان يهز للفوتر انا كي ندخل مثلا للسيت ما نلقاش انو www.xyz.tn/footer par exemple cette adresse donc n'existe pas وما عندها حتى معنى خاطر الهيدر والفوتر هما دي كومبوزون والا دي بارتي من الانترفاس نتاعي اللي ديما يكونوا موجودين دونك il persiste dans notre interface donc il faut garder cette idée خاطر باش نحتاجوها دونك باش نحتاجوها دونك برشا Donc, je vais revenir ici, donc c'est mon projet. Là, on a donc à mettre l'importation, donc je vais supprimer tout ça, je vais donc juste faire pour le moment, et que j'essaie d'installer une bibliothèque qui s'appelle React Router DOM. هي البيبليوتيك هذه اللي باش تخليني نحل المشكله نتاع الروتاج في وسط البروجي رياكت جي اس نتاعي دونك تو سامبلومون في الفي اس كود باش نحاول ان نحل دونك تيرمينال سي اي جو في كودي دونك سيت كوموند لا ام بي ام انستال ولا ام بي ام اي تو سامبلومون رياكت راوتر دوم ات 6.6 ici donc c'est avec pour indiquer la version de ce package là donc je vais juste attendre ان l'installation donc تكمل Et puis donc, je vais faire étape par étape pour expliquer في كل fichier شنو هي les modifications اللي لازمني نعملها donc pour bien donc implémenter cette bibliothèque là. Donc voilà donc l'installation donc est bien terminée donc on peut vérifier cette installation dans le fichier donc package.js. Je vais maintenant donc chauffer un déjà donc le React Router DOM donc est bien installé. Donc je vais juste donc renouer ça donc là et voilà اول étape باش نعملها باش نمشي نعطي indication انه اكبر component عندي اللي هو app.js il supporte routage au niveau du navigateur شنو المقصود بالكلام هذا انا توا عباره باش نمشي للرياكت وباش نقول له يا رياكت تورك باش تولي تسبورتي الروتاج اش معناتها معناتها عندك بليزيور باج وشاك باج اللي هي نورمالمون تنجم تكون كومبوننت والا مجموعه من لي كومبوننت هذوما راهم باش يكونوا اسوسي ا ان يو ار ال ابار لو ار ال دو باز نتاعك اللي هو اليو ار ال داكوي اللي هو اللوكال هوست 2.3 دونك شوفوا شنو باش نعملوا باش نمشي اول حاجه للاندكس بوان جي اس اي جو في امبورتي كيلكو شوز من رياكت راوتر دوم دونك شوفوا هنا السنتاكس يا جماعه اللي ديما نحب نستعملها هو نعمل امبورت نعمل هكا هذوما خليهم فارغين وبعد from react router dom وبعد نرجع نكتب لهنا شنو هو باش نمبورتي انا من react router dom جو في امبورتي كيلكو شوز ابلي دونك براوزر راوتر البراوزر راوتر هذا يا جماعه اسونسيالمون باش يخلي لي زو ار ال اللي موجودين في النافيغاتور سانكرونيزي مع لي كومبوننت اللي هما باش يكونوا افيشي دونك كي نعمل انا سلاش لوجين راهو الكومبوننت اسوسي افيك سيت ادريس لا هو اللي باش يكون افيشي في الانترفاس نتاعي دونك بعد ما نجيب دونك البراوزر راوتر باش نعمل جو في ايسي دونفلوبي او بيان دونك انكابسولي هالاب هذايا ما بين البراوزر راوتر بور انديكي انا خاطر نعرف الاب هذايا هو اكبر كومبوننت موجود دونك في الـ في الـ في البروجي رياكت جي اس نتاعي معناتها اللي تحته الكل سون دونك ديفيس جو في ايسي دانديكي انو الاب هذا il va donc supporter donc ce routage au niveau donc de navigateur. Ben, باش نجي لهنا يا جماعة باش نعمل دونك براوزر راوتر Je vais l'utiliser, browser router, comme une balise. Vous pouvez le dire, pourquoi je vais l'utiliser dans une balise Parce que la méthode render est un component ou une balise, tout simplement. Avec cette méthode-là, c'est une méthode, mais elle est juste pour l'écrire sous la forme d'une balise ouvrante. Je vais mettre dans l'app ou après, je vais mettre une balise ferme. Donc, c'est l'étape que je vais faire au niveau de ce fichier-là, index.js, et je vais donc fermer ça. Mais, توا وين نوصلوا للبارتي المزيانه دونك في الخدمه نتاعنا هو كان تشوفوا يا جماعه لهنا عندي بليزيور كومبوننت عندي لهنا ناف بار عندي اوت عندي ساين اب لوجين فوتر هوم اتسيتيرا اتسيتيرا اول حاجه شنو باش نعملها باش نشوف
شنو هما لي بارتي فيكس في السيت ويب نتاعي، شنو هما لي بارتي اللي ما يتحركوش اسونسيالمون. انا حسب ما نشوف لهنا عندي الناف بار وعندي الفوتر، هما دي كومبوننت ماهومش كونسيرني بالفينومين نتاع الروتاج، خاطر كيما فسرت لكم يا جماعه لي كومبوننت هذوما يبقوا ديما ظاهرين ديما موجودين. دونك كاسكو جو في فير، دونك في وسط الديف هذيا اول حاجه باش نعملها باش نحط الناف بار نتاعي. دونك جي نيكسكوز دونك الناف بار دونك ك كومبوننت نتاعي، وزاده باش نحط الفوتر نتاعي. اي فوالا، دونك هذوما زوج ماهومش كونسيرني بالفينومين نتاع الروتاج، خاطر نورمالمون لازم يبقوا ديما ظاهرين في السيت ويب نتاعي. شنو هو باش نعمل توا؟ توا يا جماعه باش نمبورتي حاجتين اسونسيالمون من رياكت راوتر دو. دونك كي باش نعمل كيما هكا، وباش نعمل فروم رياكت راوتر دوم، من رياكت راوتر دوم. لهنا شنو باش نعمل يا جماعه؟ باش نعمل اينو باليز اوفرونت، اينو باليز فيرمونت، وباش نحط فيها لي باليز المتبقيه ابار النبار وابار الفوت. شنو باش نمبورتي لهنا؟ باش نمبورتي حاجه اسمها الراوتس على فان اس، اي جو في امبورتي راوت او سانغولير، معناتها عباره راوت او بلوريال، والراوت المفرد والجمع نتاع لي راوت. دونك شنو باش نعمل هنا؟ باش نعمل هنا راوتس، مجموعه لي راوتس اللي انا عندي في البروجي، اي جو في انديكي لي راوت نتاعي. الراوت هو شنو يا جماعه؟ الراوت هو اتحاد بين ادريس انا باش نختارها وبين الكومبوننت اللي نحبو يصير له افيشاج وقت اللي الادريس هذيك هي الموجوده في النافيغاتور. لامبليمونطاسيون تاع الراوت هذا يا جماعه اللي تري سامبل، تو سامبلومون جو في تابي راوت، عندي ان اتريبيو اسمه باث اللي هو الشمان باث، باش نحط لهنا دونك بار اكزومبل باش نبدا دونك بالساين اب. دونك باش نعمل هنا دونك سلاش ريجيستر، ريجيستر اللي هي دونك كري ان كونت. لهنا دونك لو دوزيام اتريبيو سا سورا دونك اليمنت، سي كوا ليليمون؟ ليليمون هنا نقصد به الكومبوننت. دونك باش نكتب لهنا يا جماعه، باش نكتب هال 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 الساين اب نتاعي دونك سو سيت فورمال، دونك ساين اب. اي فوالا جو في دونك فيرمي سير على طول. وبالفصاح هذه توا اذا كان نكتب في الـ في الـ في الـ في اليو ار ال نتاعي دونك لوكال هوست 3000، دونك هذيك سي لادريس دو باز اللي علينا فيها، دونك سلاش ريجيستر باش يحل دونك الكومبوننت ساين اب. دونك بالفصاح هذه جو في دونك فير رابيدمون نعملوا دونك لي راوت الاخرين يا جماعه، باش نعمل هكا وهكا وهكا. جو بونس انو عندنا دونك سنومبر لا، دونك باش نعمل دونك اباوت الكومبوننت باش يكون دونك اكيد سو كومبوننت لا، لوجين لوجين باش نحط لهنا دونك لو كومبوننت لوجين. فوالا دونك يبقى لي الهوم، باش نجي لهنا دونك باش نعمل نخليها دونك لادريس دو باز، وباش نجي لهنا باش نعمل هوم. مي يا جماعه بالنسبه لادريس هذه دو باز جو دوا اجوتي لو مو exact، je dois ajouter ici le mot donc exact. Voilà, donc je dois donc ajouter ce mot là. خلينا توا نجربوا est-ce que ça fonctionne ou elle ماهوش fonctionné. Donc tout simplement الحل انه باش نجرب هذا هو اني نمشي هنا للبروجي et je vais donc tester ici donc login par exemple. نشوفوا لهنا يا جماعه في اللوجين يظهر لي الناف بار اللي هو الى حد الان مازال ما في حتى شيء، مي تظهر لي الفورمولير نتاع الكونيكسيون اللي هي كومبوننت لوجين، ويظهر لي الفوتر. خاطر يا جماعه على حسب الشيء حددته انا الناف بار والفوتر باش يبقوا ديما ظاهرين، وهذه سي لا بارتي كونسيرني بار لو روتاج. دونك خلينا نجربوا لهنا مثلا اباوت، دونك رانا جماعة مش نورمال دونك جو سوي ان فولتر وهذاك الناف بار نتاعنا، دونك تو سا دونك سي فونكسيونيل. نجم دونك نشوف لهنا سا سورا دونك ساين اب اتسيتيرا اتسيتيرا، دونك اسكو لو ساين اب ايفيت. خلينا بلي نعملو فيريفيكاسيون بور لو كومبوننت ساين اب، دونك ساين اب
Il contient donc ce formulaire-là, donc sign up. Est-ce que c'est bien exporté correctement? Sign up, donc slash register. Est-ce que j'ai bien indiqué cette adresse? Voilà, donc l'adresse c'est register, Yajma. Voilà, donc elle est la création de ta compte, etc. Réellement, donc c'est simple. Ben, il a dit l'amour ouaf, il a dit nous, nous avons tâté le يا اخي باش نبقى كل مره نكتب لادريس باش يجيني الكومباوند خاطر انا نعرف في الاتش تي ام ال العادي انه عندي سكون ابل بار دو نافيغاسيون البار دو نافيغاسيون هذا يا جماعه فيه دي زونكل لا باليس ا افيك لاتريبيو هاش ريف اللي هو فيه ادريس نتاع الباج هاش تي ام ال الاخرى هذاك دونك دو الويب ستاتيك دونك اون رياكت جي اس كيفاش نجم نحل هالمشكله هذه تو سامبلومون رياكت راوتر دوم جاب معاه اون باليس وانا دونك ان اليمون اسمه لينك ينجم يحل المشكله هذه دونك شوفوا جماعه شنو باش نعملوا باش نمشي رابيدمون للناف بار بويسك هذا هو البار دو نافيغاسيون وباش نحاول اني نعمل فيه موديفيكاسيون دونك سا سورا دونك بازيكمون دو اتش تي ام ال باش نعمل فيه اون ليست كي فا دونك كونتونير كوا كونتونير دونك des élis, donc les éléments de cette liste-là, où chaque élément, il va contenir quoi? Il va donc contenir حاجة باش تخليني كي نعمل عليه اكسيون دو كليك تهزني للكومبوننت نتاعي. احنا نعرفوها يا جماعة سي لا باليس ا، لا باليس ا لونكر افيك لاتريبيو هاش ريف، مي بويسك نو سوم دونك او رياكت راوتر دوم، اون فا اتيليزي دونك الحاجة اللي خاصة بي. دونك جو في امبورتي كيلكو شوز فروم كوا؟ فروم رياكت راوتر دوم. Voilà. الحاجة هذه يا جماعة اسمها لينك. اسمها لينك. لينك يا جماعة راهي تعوض الـ A نتاع الـ HTML، مي إنه فو با إتيليزي لو A خاطر الـ A هذاك كليان يعمل أكتواليزاسيون للباج وهو ما يتعارض مع أن برانسيب في الرياكت هو أنه النافيغاسيون لازم ما تعطيش للإتيليزاتور إحساس أنه انتقل من باج لباج، لازم تكون دونك نافيغاسيون فلويد. دونك نرجع لهنا يا جماعة، شنو باش نعمل؟ باش نعمل دونك لاباليز لينك. جاي اتيليزي عندها ان اتريبيو اسمه تو باش نحط دونك فيه لهنا دونك اول ادريس اللي هي الادريس هذه اي جو في دونك فير كوا اي جو في دونك تابي ان سارتان دونك ان سارتان تكست بار اكزومبل جو في دونك تابي ici هو اي جو في فير كوبي كولي جوست باش نعمل دونك كوبي كولي على هذا الكل لي زيليمون دو سيت ليست لا باش نحط دونك لي زوتر كومباوند Donc, ça sera donc login, je n'ai pas l'air donc login, slash registre, je compte donc registre, 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 donc ST, voilà, about, je pense, et voilà, ça sera about. Donc, là, je me dis d'où est le CSS, juste pour que je fasse donc l'apparence interne. Style donc ça sera un display de flex et justify content ça sera donc space around et voilà je vais donc sauvegarder mais voilà donc je dois lire un édit donc khalina tawa testo est-ce que ça fonctionne ou bien non about register login Home, login, register, about, home. دونك يا جماعة راهو هنا إذا كان أنت باش تستعمل الـ A وعندك الحق تستعمل الـ A في بلاصة لاباليز لينك باش تشوف أكتواليزاسيون نتاع الباج، معناتها ما تنافيغي الباج كان ما تعمل دونك أكتواليزاسيون للباج وهذه راهي باش تاخذ لك وقت كيلكو سوا صحيح الباج ما فيها حتى كونتوني، مي الأكتواليزاسيون راهي تاخذ وقت، لهنا دونك ما تحسش أنك تنافيغي دونك من باج لباج، دونك réellement une petite navigue mais component et component mais ça sera donc très rapide et très donc efficace avec donc le React Router DOM donc juste là donc je vais terminer avec un autre donc concept il y a les routes paramétrés les routes ils ferment des paramètres les routes ils ferment des paramètres donc خليني نرجع يا جماعة لهنا Donc, je vais supposer qu'il existe dans le app qu'il existe donc un route qui contient donc un paramètre.
بار اكزومبل باش نجي للوجين هنا باش نعمل سلاش 2.id واحنا نعرفوا ان 2.id في وسط اليو ار ال سا سورا دونك ان بارامتر دو يو ار ال سي ان بارامتر دو يو ار ال دونك كيفاش نجم نكسيدي للبارامتر هذاك ونستعمله في وسط الكومبوننت نتاعي لهنا يا جماعه باش نستحقوا حاجه اسمها يوز بارامز دونك اليوز بارامز هذه تخليني نهز البارامتر اللي موجود في وسط اللين هذاك اذا كان موجود جو دي بيان اذا كان موجود مش فورسيمون لازم يكون عندي بارامتر مي جو سيبوز انو عندي بارامتر نجم نهز البارامتر هذاك ونجم نستعمله في وسط الكومبوننت نتاعي والا نبعثه سو فورم دي بروبس فير انوتر كومبوننت دونك يا جماعه انا دونك في اللوجين جي انديكي لا بريزونس دان بارامتر معناتها دونك اذا كان نحب نكسيدي للوجين والا لادريس هذه دونك الفو تابي لوكال هاوس 3000 اللي هي دونك لادريس دو باز نتاعي سلاش لوجين سلاش ان بارامتر دو بوان سي بارامتر دونك راهو اذا كان ننسى دو بوان راهو الفو تابي لوجين سلاش اي دي خاطر اي دي سا سورا دو تكست اللي هو تابع لو ار ال نتاعي لي دو بوان اي سي دونك بور انديكي انه هذا سي ان بارامتر باهي معناتها لي زادريس نتاعي باش يكونوا كذا كذا سلاش لوجين سلاش 15 سلاش هشام سلاش احمد سلاش نامبورت كيل دوني اخرى والدوني هذيك عندي عليها اكسي سو لو نو اي دي خاطر اي دي هنا هو اسم البارامتر باهي باش نرجع يا جماعه هنا للوجين اي جو في امبورتي كلكو شوز ديما كالعاده سا سورا دونك امبورتي كلكو شوز فروم رياكت تعرفوه توا الناس الكل اللي هو الرياكت راهو تدوم لهنا دونك شنو هو باش نمبورتي باش نمبورتي اليوز بارامز اليوز بارامز هو نوعا ما من هوكس اما هوك تابع الرياكت راوتر دوم ماهوش هوك ابسولي دونك في وسط الرياكت نحكي لهنا كيما مثلا نحكي على يوز ديسباتش مثلا كيما نحكي مثلا على يوز ريديوسر مثلا كيما فوالا دونك سو دونك دي هوك ماهمش ابسولي ديريكتومون دونك في الرياكت هما دونك دي هوك ريلي ا دي باكيج ولو حتى لي باكيج هذوما دونك تابعين الرياكت دونك لوتيليزاسيون بويسك هو سي ان هوك لوتيليزاسيون تاع لي هوك يا جماعه هي في البادي نتاع الفانكشنال كومبوننت معناتها البادي معناتها بين اول ديكلاراسيون وقبل كلمه الريتيرن دونك هذاك نجم انا نسميه هو البادي نتاع الفانكشن دونك باش نجي هنا باش نعمل كونست كونست اي دي ايغالا يوز بارامز يقول القائل شنو عملت هشام انت كي عملت هكا دونك هنا جي اسيي دو فير ديستركتوري سو انسومبل دو بارامتر دونك لونسومبل دو بارامتر هذا دونك في برشا حاجات واحده من البارامتر اللي انا نعرفهم بالاسم نتاعهم هو اي دي وديجا في الشان فما فيديو نحكي فيه دونك اش معناتها دونك ديستركتوري دونك لي زوبجي دونك اون جافا سكريبت دونك توا معناتها ولا عندي اكسي ا ان فاريابل في وسط دونك الرياكت نتاعي في وسط الكومبوننت نتاعي ولا عندي دونك اكسي ا سيت فاريابل لا نجم هنا بار اكزومبل نعمل سو كونيكتي دونك اي دي دو سيت فاسون لا او بيان دونك نجم نكتبها دونك في اي بلاصه مثلا يوزر نيم اي جو في دونك تابي اي دي هنا سي جوست ان اكزومبل يا جماعه سي جوست ان اكزومبل باش نوريكم كيفاش نجم نستعمل دونك لي بارامتر هذوما في وسط لو ار ال نتاعي دونك خلينا نرجع لهنا دونك اون فوا دونك فوار ان اكزومبل باش نمشي دونك للوجين لهنا تشوفوا انه ما يظهر حتى شيء خاطر لادريس ما عادش جوست لوجين باش نجي لهنا ونحاول اني نعدي بارامتر جو في دونك تابي 45 بار اكزومبل اون فوا فوار ايسي انه باش يكتب لي يوزر نيم 45 دونك ما نعرفش دونك اسكو سي كلير او بيان نو يوزر نيم 45 او بيان خليني نبدلها شكون اوضح خليني نبدلو الاي دي كيما كان باش نحطو لهنا جوست باش تشوفوا ان ولا عندي اكسي للبارامتر اللي موجود في اليو ار ال فوالا دونك كان نكتب لهنا دونك 6500 باش يكتب لي سو كونيكتي 6500 دونك سو بارامتر لا دونك اي اوتيليزي دو سيت فاسون لا وجينيرالمون يا جماعه لي بارامتر هذوما راه ما يكونوش ايميل ومود باس ما يكونوش دونك دي دوني اللي هما دونك مهمين في وسط البروجي نتاعي مي مثلا اي دي نتاع كليون اي دي نتاع فاكتور اتسيتيرا اتسيتيرا دونك حاجات كيما هكا نجم نستعمل سي دوني لا باش نبازي عليها ان سارتان تريتومون موجود في وسط الكومبوننت نتاعي دونك فينالمون نتمنى انو الفيديو هذا دونك يفيدكم واني يفسر لكم دونك لو كونسيبت نتاع روتاج دونك اون رياكت جي اس سي ان فيديو كي
كي دونك كي va donc essayer انه يبسط لكم لي نوسيون دو باز نتاع دونك لو روتاج اون رياكت جي اس. وكل عاده جو دي بيان اذا كان فما اي كيستيون خلوها لي في لي كومونتير على الفيديو هذا. واذا كان فما اي بروبوزيسيون على كونسيبت ولا ايدي دونك تاع فيديو اخر جو سوي دونك توجور ديسپونيبل. دونك ميرسي نسكل اي على لا بروشين ان شاء الله.